così, eh? Stavo lavorando là da me. Sì, c'è il Bragraghi. التحية متجددة بحضراتكم مشاهدينا الأعزاء ومتابعينا الكرام في تواصل الانطلاقات الجميلة والمتميزة، انطلاقات التمهيدي في الأسبوع الثاني لسن الإذاعة من مسافة 5 كيلومترات. الأشواط مستمرة، شوط ينتهي وشوط يبدأ من جديد ليحمل لنا هذه الشعارات العملاقة وهذه الأسماء الغوية اللي اعتادت على الفوز والانتصارات. نسير مع انطلاقة جديدة من انطلاقات الخير والبركة، شوطنا 12 في تعداد أشواط صباح هذا اليوم للإذاعة الخاص بالجعدان المهجنات. نسير إلى المقدمة ونتابع الصدارة والمركز الأول اللي يتقدم المشاركة. هذا ضاري لحمد بن سالم بن علي الكتبي اللي يحتل المقدمة والمركز الأول، بينما ثاني المراكز الشامخ لمحمد بن حميد بن حميدي الكتبي اللي يحتل المركز الثاني، أما ثالث المراكز يأتي فيه مغوار اللي يحتل المركز الثالث بشعار محمد بن سعيد بن سليم الكتبي يحتل المركز الثالث، بينما نتابع الدخول على رابع المراكز من قبل شاهين راشد بن محمد بن علي المنصوري يحتل المركز الرابع، بينما خامس المراكز اللي يتقدم فيه مشاهدينا الاعزاء ومتابعينا الكرام من خلال هذه اللحظه ومن خلال هذا الانطلاق الجميل والمتميز. مشاهدينا الكرام اللي يحتل المركز الرابع ايضا مضاف معنا من الشوط، ايضا مشاهدينا الاعزاء في هذه الانطلاقه من الشوط الرابع، لكن نعود الى المركز السادس لنتابع القدوم على سادس المراكز اللي ياتينا في هذه اللحظات. على المركز السادس يتقدم هذا نبراس لاحمد بن سيف بن سالم النيادي يحتل المركز السادس، بينما سابع المراكز اللي يتقدم في هذه اللحظات على المركز السابع ياتي هنا شاهين لسعيد بسليم الحربي العامري في المركز السابع، بينما المراكز يتقدم نشوان لمحمد بن عبد الله بن حسن الشريف النعيمي، بينما في المركز التاسع اللي يتدخل في هذه اللحظات ويتقدم على تاسع المراكز ياتي شاهين لسعيد بن هضبان بن مبارك العامري، معاشر المراكز يتدخل شاهين لعبد الله بن علي بن مهير الشامسي. هذه هي النتيجة والندى مشاهدينا الكرام للعشرة المراكز الأولى المنطلقة في تحديات هذا الشوط. يا سلام، نعود إلى مقدمة الشوط، نعود للصدارة بعد ما أكملنا العشر المراكز الأولى، نعود للتحديات الأولى والسيطرة مع مقدمة هذا الاندفاع الجميل
ما شاء الله الشامخ، الشامخ بشموخ الجميل على مقدمة هذا الاندفاع. محمد بن حمد بن حميدي الكتبي يقود المركز الأول والصدارة الأولى، بينما ضاري على المركز الثاني حمد بن سالم بن علي الكتبي يحتل المركز الثاني. أما ثالث المراكز يتقدم نبراس أحمد بن سيب بن سالم النيادي، بينما في المركز الرابع يتقدم مشاهدينا الأعزاء في هذه اللحظات هذا اللي يتقدم رياض ناصر بن محمد بن راشد المنصوري على المركز الرابع، بينما في المركز الخامس يتقدم في هذه اللحظات الأشوان محمد بن عبد الله بن حسن الشريف النعيمي. هذه هي الأسماء الواصلة في تحديات هذا الشوط الجميل والمتميز. بدينا مشاهدين الكرام نفتتح الكيلو المتر الأخير مع هذه الانطلاقة المتميزة مشاهدين الكرام. ضاري 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 اللي غير على المقدمة واندفع في الصدارة الأولى في هذه اللحظات، ضاري لحمد بن سالم بن علي الكتبي يحتل المقدمة ويسيطر على زمام الأمور، ولكن الشامخ بدأ يتراجع على مقدمة هذا الشوط ويندفع باندفاع متميز وجميل محمد بن حمد بن حميد الكتبي. بينما المركز الثالث اللي واصلنا في هذه اللحظات شاهين سعيد بن هضبان بن مبارك العامري يحتل المركز الثالث، بينما في المركز الرابع شاهين سعيد بن سليم بن حرب العامري واصلين على المركز الرابع، ولكن خلاص هنا الخطوط النهائية الأربعمية متر الأخيرة جولة الأوامر. وحركوه الشامخ، حركوه الشامخ، صدرت عليه التعليمات، صدرت عليه الأوامر من قبل محمد بن حمد بن حميدي الكتبي. وضاري على المركز الثاني يحاول محاولة جدية حمد بن سالم بن علي الكتبي. المعركة الثنائية، يا سلام يا سلام سلام يا شامخ سلام، تهانينا من هذه اللحظات. ولكن ضاري ضاري في اللحظة الأخيرة، ضاري والشامخ، الشامخ وضاري، يا سلام، ولكن تهانينا والناموس لمحمد بن حمد بن حميدي الكتبي على فوز الشامخ. المركز الثاني ضاري لحمد بن سالم بن علي الكتبي. المركز الثالث اللي اتى فيه مهند لعلي بن عبد الله الفهيده المري. والمركز الرابع فكان من نصيب مشاهدينا الكرام اللي هو شاهين سعيد بن سليم بن حرب العامري. المركز الخامس فاصبح من نصيب المتحد لعلي بن سعيد بن خميس الحربي. هذه هي النتيجه مشاهدينا الاعزاء ومتابعينا الكرام للخمسه المراكز الاولى. ونعود بالثانيه والناموس لمالك الشامخ. توقيت الزمني 7:58 او 52 ثانيه، 7:52 ثانيه. تهانينا والناموس لمالك الشامخ.